أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في هذا اللقاء الجديد في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة، الجمعة الأخيرة من هذا الشهر المبارك، مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا شيخنا في هذا اللقاء. الله يبارك فيك. الله يبارك. تعودنا دائما مشاهدينا الكرام أن كل الأعمال بخواتيمها، وهذه هي مقولة دائمة. نحاول أن نتحدث في خواتيم هذا الشهر الفضيل عن الأعمال المستفادة في هذا الشهر، وماذا خرجنا من هذا الشهر الفضيل بعد أيام مباركات كانت عامرة بالذكر وبالصيام وبالقيام وبالتهليل وبالتكبير وبالتسبيح. نحاول أن نأخذ معنا هذه الأنفاس حتى بقية هذا العام وباقي أعمارنا إن شاء الله، ليبارك لنا الله سبحانه وتعالى في هذه الأعمال المباركات. شيخنا، لاحظنا كثير من الناس في رمضان ما شاء الله بيكونوا منضبطين انضباط كامل، يؤدوا الفرائض في أوقاتها والسنن والأعمال الصالحة جميعا، لكن بعد نهاية رمضان تعود حليمة لقديمة زي ما نقول المثل السوداني. أي ما كل الناس. نعم. الحمد لله، يعني فعلا في ناس كثيرة يعني بيزدادوا طاعة بعد رمضان ويستمروا على الطاعة، ده ومن علامات قبول الصيام. عندنا في الحج رسول عليه الصلاة والسلام قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والعلماء قالوا الحج المبرور هو الحج الصاحبه يرجع أحسن مما كان. أيوة. يعني لما مش الحج كان عنده هفوات، تقصيرات في الطاعة، هبيشات في المكروهات. نعم. لكن الزوج لما رجع من الحج رجع تايب توبة نصوحة من جميع المكروهات والمحرمات، وبقى منشط في العبادة، دلالة على قبول الحج. كذلك برضو الكلام ده نطبقه على رمضان، من قبول علامات قبول الصيام إن الزوج بعد رمضان يستمر في الطاعة في الأعمال الكسبة في رمضان. نحن في رمضان كسبنا خصال حميدة، منها الحرص على صلاة الجماعة، نحرص بعد العيد في صلاة الجماعة، حصرنا على ترك الغيبة خوفا من أن تجرح الصيام. نعم. لأن عندنا فاهمين العالم والمجال ما متعلم بيعتقد أن الغيبة تبطل الصيام، هي بتنقص الثواب، ما بتبطل الصيام كلية، لكن تنقص الثواب. ولذلك بطلنا الغيبة في رمضان. يبقى الحاجات اللي كسبناها في رمضان نستمر عليها بعد رمضان، دي من علامات قبول الصيام. إن الزول بعد العيد يستمر في الصلاة، في العبادة، في ذكر الله، أو كان عنده ورد من القرآن يستمر بعد رمضان فيه، ده الدلالة على قبول الصيام. أما الزول بيصلي في رمضان، يصوم في رمضان، بعد العيد يترك الصلاة، يبقى ده صيامه ده ما استفاد منه، ما صيامه ده ما مقبول، لأنه علامة قبول وينا. زول يصلي في رمضان يترك الصلاة بعد رمضان، وصل هي عمادة الدين وهي أعظم فريضة في الإسلام. يبقى نصيحة نقول لإخواننا، أنت ربنا وفقك بقيت تصلي في رمضان، استمر يا أخي، أنت يمكن تموت قبل رمضان جاي، علم الأعمال بخواتيمها. والزول يعني في عنده سكرات الموت يختم بها بآخر عمل عمله. عشان كده الزول يحرص على أنه يستمر في الطاعة. نعم. والرسول في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يعني عمل المحب إلى الله نزول يستمر عليه. والقولي أنت في رمضان قل كان في عطلة وفي كده العمل ساعة العمل قليل، كنت بتقرأ كل يوم جزء، ما بتقدر تقرأ جزء، بعد رمضان أقرأ نص جزء، استمر ما تترك. نعم. هكذا. نعم. نعم. حقيقة الشعور بالفرح للناس الصاموه واجتهدوا فيه مهم جدا. أي. للمسلم فرحتان طبعا. أي. الفرحة دي دعنا نشوف قيمة الفرح بعد الصيام. أي بال من الله في الأرض، اللي الصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربي. الفرحة اللي عند فطر اللي فرحة يوم العيد. يوم العيد تلقاه الزول الصام صيام كامل، صدره من شرح فرحان، لأن ربنا شرح صدره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، القلب مطمئن لأنه أدى فريضة الصيام وذكر كثر من ذكر الله، كثر من قراءة القرآن، القلب يتأخذ شحنة نورانية، مفتك فرحان ظاهرة وباطنة، ده الزول الصام الصيام الكامل. أما الزول لك رمضان بالرغم أنه دار يفرح يصحر الفرح، لكن جوا القلب مظلم. هي
يحاول يفرح زي الزول الحزين بيشي وداري ما يظهر الحزن داري يتغلب عليك ما بيقدر ده معناه تضيع الفرصة بتاعت الفرح. نعم طبعا يا شيخ الفرحة الكبرى يوم الغيام لما ينادوا الصائم يدخل الجنة باب الريان. آه سبحان الله. طيب نحن طبعا الليلة يوم 26 أيوة. والناس كل الناس يعني بتحروا الليلة أيوة ليلة صحيح. 27 طبعا أيوة. الليلة صحيح. يعني دليل نشوف الناس كيف يتهيأوا لهذه الليلة. طبعا ليلة الغدر زي ما جاء عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة الغدر فقال في رمضان فالتمسوها في العشر الأواخر فإنها في وتر 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29 أو في آخر ليلتين رواه الإمام أحمد. في صحيح البخاري إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب لنا إن في ليلة 27 رمضان وكان معظم الصحابة يعتقدوا إن ليلة القدر هي ليلة 27 رمضان يا هالليلة نحن داخلين عليها دي يبقى الليلة دي نحن الحمد لله يقول يتهدف الليالي استفاتت الليلة دي حد بقى ما نفوتها نركز عليها كثير نزود الحصيلة من الذكر كان كنت بتقول 100 مرة لا إله إلا الله عمل 200 سبحان الله بحمدك كنت 100 عمل 200 وهكذا كله زود زود الليلة لو صادفتها ما خلاص سعدت سعادة ما بعد شغاوة سواء 83 سنة وأربع شهور. طيب شنو المطلوب نحن نعمله يعني بعد ما المعلوم نعمل نحرض على صلاة العشاء في جماعة صلينا العشاء في جماعة صلي التراويح في جماعة صلينا التراويح في جماعة والعشاء نمشي البيت نجمع شوي صلينا تستكيدة شايب جبنا حاجات كده راحة بعد ذاك نقوم نتوضى من جديد ونجي نمسك المصحف نقرأ قال شي جزء من القرآن أو سورة سورتين ما تيسر بعد ذا كمان نعمل تشكيلة يعني عدد من الأذكار سبحان الله بحمده ما تيسر لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما تيسر ذكر العتق من النار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أقل شيء تعمل لك 100 المية ما بتأخذ منك أكثر من 12 13 دقيقة أي تعتق من النار ذكر العتق من النار وهكذا ذلك اجتهد في العشر وكمان زايد على كده الناس ربنا وسع عليهم في الرزق يقعد يفكر أرحامه جيرانه قرايبه أي هو يجيب له ظروف كده من المكتبة كل ظرف يشحن فيه كده ما تيسره يوزع على أرحامه على جيرانه في الليلة دي ثواب عظيم طيب. لأن الصدقة للقريب صلة رحم وصدقة ثوابين نعم طيب يعني ما نتحرها في الجزء الثلث الاخير في الليله دي ولا الليل كله الليل كله ما هي من غروب الشمس لطلوع الفجر يعني ما نفرط في وقت يعني لا من غروب الشمس لطلوع الفجر يعني سبحان الله ده مكسب كبير يا شيخنا حقيقه عندنا بعض الاسئله اللي وردت لنا ممكن يكون مرات بيجينا اسئله كده خارج الموضوع في زول بيسال قال هل يجوز زواج المطلقه دون ولي هو عنده الرغبه انه يرتبط بامراه وهي مطلقه يعني هل يجوز هو طبعا في مذهب ابو حنيفه قال يجوز للمطلقه يعني العزبه ان تتزوج بنفسها تتزوج نفسها لكن معمول ده ما مخدم به العلماء عندنا قانون الاحوال الشخصيه المعمول به في جميع محاكم الاحوال الشخصيه في السودان ما بياخذ براي ابو حنيفه كذلك في جمهوريه مصر العربيه الهن ده لان عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زواج بغير ولي لا زواج بغير ولي وفي حديث ثاني أيما امرأة نكحت من غير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل يبقى دي ما بتتزوج في السودان بدون ولي لو تزوجت بدون ولي زواج باطل نعم لو ما عندها قرايب تمشي المحكمة طبعا المحكمة تعتبر الولي في الحقيقة ما مطبعا مش دار كل عندها قرايب إلا إذا كان واحدة جاي من بلاد تانية جاي من دولة مجاورة وما عندها أهل وتربت هنا يتيمة أو مكولة الأبوين دي ممكن الجيران يسوقها يمشي للقاضي يشهد أن البيت دي تربت وسطنا وجنسة كده وكده 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 القاضي في الحالة دي يتولى أمرها أي لا ولي لا القاضي ولي من لا ولي له طيب نأخذ معنا أول مكالمة معنا من الجزيرة أبو شيماء مرحب يا أبو شيماء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تفضل مساء الخير بدل من الفطرة بتاعت الوالد كبير في السن وصايم وده طبعا له الفطرة حقته الوالد ما صايم يعني
ما فاهم يعني راجل كبير في بتقصد الفطرة المريض. معناه أنت بتقصد الإطعام أو الفدية. الفدية الفدية كثير من الناس حقيقة يا شيخنا ما فرقوا بين الفدية وبين الفطرة. الفدية اللي هي يطلع زول المريض ما بيصوم يطلع بدلا من الصيام. عندك سؤال ثاني يا أبو شيماء؟ لا والله شكرا جزيلا. خلاص نشرح مع الشيخ عشان تسمع. الفدية هي الزول عنده عجز في الصيام، عنده سكر، عنده كلى كبيرة السن، ويشق عليه الصيام مشقة شديدة. ده عنده رخصة يفطر يطلع الفدية، يعني يطعم قصاد كل يوم فطر و30 مسكين. وحددوها العلماء ب 35 جنيه اليوم الواحد، ولا بد يوزع على 30 مسكين. أبوك ما بيقدر يصوم، تقوم أنت من واجب عليك تقوم تطلع الفدية دي عن أبوك. يا يديك قروش إذا أبوك ما شغال أنت واجب عليك تطلع له الفدية. وتطعم توزع على 30 مسكين، ما تتكاسل تديها نفر ولا نفرين ولا عيلة وعيلتين. لا بد يستفيدوا منها 30 مسكين. أما زكاة الفطر يطلع اللب عن نفسه وعن زوجته وولاده الصائمين والفاطرين الصغار والكبار كلهم. دي يطلعها قبل العيد بيوم أو يومين أو أسبوع. نعم. طيب عندنا سؤال قريب من ده في حلقة من الحلقات اللي فاتت، المفروض ناخده معانا في الحلقات اللي مضت لكن زي ما كان ما معانا. قال هو عليه 5 أيام للفدية، يعني المفروض يدفعها، ولقى أسرة فيها 8 أشخاص. وهل يدون الخمسة حق الخمسة ولا هل تدون حق الخمسة؟ معناته ذلك يأكلوا معاهم وكتر خير. إذا عندي خمسة ولو زاد خير برضه، إذا زود عمل كتر مال نبقى صدقة زايدة. نعم نعم. طيب نأخذ معنا برضو تلفون الهادي من الدندر. يا مرحبا الهادي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. الله أكبر. تفضل. نعم تفضل يا الهادي. بدأ عن زكاة الفطر. زكاة الفطر. الفطر. السؤال شنو الفا يا الهادي؟ سؤالك شنو يعني؟ تسأل عن قيمتها مثلا ولا بتسأل عن قيمتها وقت إخراجه وكذا؟ نعم هاي خلاص كويس. طيب في سؤال ثاني؟ شكرا. زكاة الفطر هي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فرض زكاة الفطر ما مذكور في القرآن. فرض الرسول بأمر من الله. يطلع الزوج اللبو عن نفسه وعن زوجته وعن ولاده وبنات الصغار والكبار والصائمين والفاطمين. حتى ويما تقول باكر العيد ربنا رزقه من مولود بيت ولد يطلع له زكاة الفطر. أما جنن في بطن أمه ما يطلع له زكاة الفطر. طيب إن شاء الله وضحت لك يا أخونا الهادي سؤالك عن زكاة الفطرة بالجانبين، وقيمتها طبعا 60 جنيه. أيوة 60 جنيه قيمتها، 60 جنيه حسب ما ورد وتم تحديد الآن. عندنا سؤال برا الحلقة، قال زوجته بتطلب منه طوالي الطلاق، يعني هي زولة كل ما يختلف معها في موضوع تقول له طلقني خلاص. أيوة جاء في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. لا حول ولا قوة. يقول بتطلب من زوجها طلاق بدون سبب دي يوم القيامة تدخل الجنة. تمشي وين النار؟ في الدار الآخر ما يبقى ثلاثة محلات. ما لقيناه في الجنة معناته في النار. طيب السبب شنو يعني مرات؟ السبب لأنه عقد الزواج ده عقد مقدس. وهي قبلة الزواج منه. وتم العقد. تقوم تطلب الطلاق بدون سبب. دي علاية. لو في سبب مثلا سبب قوي يبقى في الحالة دي ما عليش، لكن بدون سبب تكون خلافات بسيطة. خلافات بسيطة طلبت طلاق يعني زنيمة كبيرة. نعم دي مشكلة كبيرة. طيب معنا برضو من الجزيرة فاطمة. أهلا وسهلا يا فاطمة. ألو أهلا وسهلا. عندي سؤال. أيوة. سؤالين. الأول سؤال أول عندي والدي كان مرضه من كم فترة، يعني عنده أمراض مزمنة، والفترة ديك ما كان عندنا أنا طلع له الفطرة. والدك مبسوط؟ بعد ما الحمد لله توظفنا وعرفنا إنه السنين فات ما كنا ندفع، عايزين نعرف الحاطش كانت ظروفنا ما ميسورة. أيوة. والدكم حي ولا توفى؟ والله حي على غيب الحياة، وبعد ما الحمد لله تبقينا ندفع الفدية، لكن بدنا نعرف السنين الفاتت. أيوة السنين الفاتت كويس. لا حي إن شاء الله الحمد لله. أجد الحمد لله ربنا إن شاء الله طول عمره في الصالحات دائما. ان شاء الله. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني انا بعد صلاه الفجر فضلت الفجر وجيت مشيت طوالي في السماء ناسي انه الاذان الزهر.
انت بعد صلاه الفجر يعني بعد صليتي ولا قبل ما صليتي؟ صليت ومشيت على الحظ وشربت مويه، انا كنت اصلا ناسيه. نسيت يعني؟ وفجاه كده اتذكرت ان الاذان انا متوضئه، فجاه كده اتذكرت اني توضيت صلاه الصبح وانا بعرف اصلي بعد ما شربت المويه. ايوه ناسيه. كويس، شكرا يا فاطمه. فاطمة بتقول كان والدني يعني رجل يعني ما بصوم، ما بيقدر يصوم بمرض يعني سبب المرض، وهم كان الوقت ذاك يعني ما عندهم قروش يعني وضعهم كان تعبان، لكن الحمد لله الآن بعد ما يعني وضعهم يتحسن وتوظفوا واشتغلوا قالوا عندهم القدرة على إنه يعني يدفعوا له الفدية. السنين اللي فاتت دي قالت تعمل لها شنو؟ ممكن يعني هي طبعا في الحالة دي سقطت عنهم لأن ما كانوا مستطيعين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لو طلعوا هسع برضو خير ياخذوا ثواب لابوهم. تكون صدق. لكن ما دامهم ما مستطيعين، ابوهم ما كان مستطيع، اولاد ما شغالين طلبه وابوهم ما كان عنده استطاعه وما طلعوا زكاه الفطره، هسع ربنا يسر عليهم في الحاله دي سقطت عنهم، لان وقت الوجوب وقت الهنا ما كان مستطيع ولا الاب مستطيع الا الاولاد مستطيعين، سقطت عنهم. لكن لو دارين نطلعها هسع اللي كسب الثواب واحتياطي ما في بعد. نعم، ردوا ابوه ذاته فيها رضا كبير له يعني، بحس انه يعني اولاده قاموا بدور كبير جدا. طيب هي برضه بتسال فاطمه، قالت توضت لصلاه الفجر وناسي هي جنبها الحفاظه قامت شربت مويه. الله، بعد نسيت. نسيت لا خلاص، صيام صحيح تواصي. لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ما عليها شيء. ما عليها شيء. جزاك الله خير يا شيخنا. أيضا معنا حسام من الخرطوم. أهلا يا حسام. كيف تمام؟ أهلا وسهلا، تفضل يا حسام. طيب عايز أسأل سؤال عن صلاة الجنازة. عن شنو؟ صلاة الجنازة. صلاة الجنازة. كلها شرح لها كلها يعني؟ لا لا لا، إننا كل شيء كل مرة يعني تصلي بين زول، يلا في زول مرة تسلم باليمين وبالشمال ومرة واحد يسلم على اليمين بس، فالورا بهم يتخبطوا. إحنا ما عارفين الصحيح. السلام، خلاص نشرح صلاة الجنازة كلها. نشرح. هو بيتكلم وقال الإمام لما صلى بهم على الجنازة كده بس سلم على اليمين، يعني قال السلام عليكم واحدة. يعني طبعا السلام زي ما تمت اختزل السلام في صلاة الفريضة، في أي صلاة، صلاة الجمعة، صلاة الجنازة، صلاة الفريضة، عند المالكية السلام من جهة واحدة بس يبدأه مستقبل الجبلة. السلام عليكم. والكم دي تجي معها مع الكتف. السلام. طيب ولا أي. السلام عليكم، خلاص تجد عند المالكية. الإمام النووي شافعي قال أجمع العلماء على أن من صلى على جهة واحدة صح صلاته. يعني الصلاة صحية خلاص، خرج من الصلاة. طبعا هند المالكية بيسلموا يعني من المذاهب الثانية، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، دي فرض ودي سنة. نعم. طيب الإمام النووي قال أجمع العلماء من صلى تسليمة واحدة صح الصلاة، سواء كان صلاة جنازة، صلاة جمعة، صلاة فريضة. في حقيقة في أسئلة يمكن ناخذها معنا طالما جينا الكلام عن صلاة الجنازة، في ناس بيصلوا في يعني جزم ونص كده يعني. وفي التكبيرة الإحرام بس بيكبروا التكبيرة الأولى بس، وبعد ذاك ثاني بيكونوا ما بكبروا، ما بيرفعوا يديهم. يرفع اليدين مع التكبيرة التكبيرة كل الواحدة يرفع اليدين. تكبيرة الإحرام الإمام الماموم. بعد ذاك التكبيرات الثانية بدون رفع اليدين. في صلاة الجنازة. وكل تكبيرة بمثابة ركعة. هي أربع تكبيرات. والدعاء بيناتي. بدل اللي هي صلاة الجنازة. الثاني هو قال شنو فيها صلاة الجنازة؟ ذكر شنو؟ هو بس سأل عن السلام بس ما سأل. بس لا خلاص. نعم، نحن بس بنسأل عن إنه في ناس بيصلوا في الشباشب يعني. أيوة صلي في المركوب، صلي في المراكيب إذا كان بدون متأكد مركوب ده طاهر. يصح. الرسول عليه الصلاة والسلام مرة صلى بالنعلين، مرة ملصن قال إنه فيه غزر. يبقى هنا إذا أنت متأكد مركوبك ده طبعا المراكب زي ما النبي عليه الصلاه والسلام ما كان في جزم وكعب وسط عالي وكذا، كان زي السفنجه حقتنا دي. لو انت عصرت لك نجاسه بكثره المشي، لان النعل تطهر بكثره المشي عليها. فمشيت كثير خلاص النعل طهر. وزمان ما كان في ادبخانات وحمامات زي هسه، هذول يمشي العراف في السهلي ما يدوس للنجاسه ولا شيء، لكن هسه الحال تغير. في الادبخانات دي خاصه الادبخانات العامه، في ناس ما بيراعوا الاداب بتاع قطع البول والاستجمانات كذا، واخش من الباب تلقاه ولا بيصلي ولا شيء، طلع الخرطوش بتاعه بوع
كمل وتكمل ما كمل يم ما عارف شو بيعمل، تلقى تحت كل مليان بول. انت لو دخلت بعده مراكيبك كلنا تلمس بالنجاسه، يبقى ما صح الصلاه فيها. نعم. علي حال الصلاه صح اذا كنت متاكد 100% نعلك دي طاهر. نعم. في النهايه مسؤوليتك انت. ايوه. نعم. طيب معانا عبد المنعم. الو. يا مرحب. عبد القادر. نعم. اهلا عبد القادر، تفضل. بارك الله فيك. مولانا البيت فوق نفر، السطر ممكن ندو لشخص واحد ولا لعدة نفر؟ الفطر يعني ممكن تدي لزول واحد؟ ايوه. لنفر واحد ولا لنفر؟ أيوة. كويس. ان شاء الله. جدا. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. اللي أظن الأسئلة أغلبها يا شيخنا عن زكاة الفطر. زكاة الفطر يجوز حقة النفر واحد تقسمه بين نفرين ثلاثة أربعة. وزكاة العشر ممكن تدالي نفر واحد. كله صح. يعني ما فيها مشكلة يعني. ما فيها مشكلة. كله خير إن شاء الله. كله خير. وبعدين ممكن الأخوان كله يجمعوا مثلا يدي زول واحد. ما فيها مشكلة. ممكن يقول عيلة واحدة مثلا أسرة واحدة. يمكن يدي زول واحد. طيب نحن لو ما في تلفون عندنا سؤال. عادة قال لك ختم المصحف في بيت العزاء كثير الناس يعني يوم رفع الفراش ده الناس بيقعدوا بيجيبوا بعض المشايخ وطلبة القرآن يقول لهم يا أخي نزلوا لنا الكتاب. هو الإهداء سوى القرآن من الولد والبيت لأمه لأبوه يمشي. أما الجيران قعدوا بعد الفراش كده قعدوا بالفراش وفي النسوان وزع عن المصاحب كل حدا جزء جزء وقروه وبعدين قالوا اللهم وهبنا ثواب الختمة دي لفلان الفلاني لفلان الفلانية. هل الثواب يمشي أم لا؟ هنا في خلاف بين العلماء. ذهب الإمام الشافعي قال إهدى ثواب القرآن لا يصل للميت. وذهب الإمام أحمد ومعه جمهور العلماء عدد كبير حتى من تلاميذ الإمام الشافعي انضم للإمام أحمد على أن إهداء ثواب القرآن يصل للميت. يعني لو جينا للأغلبية هي مع الإمام أحمد إهداء ثواب القرآن يصل للميت، الأقل الإمام الشافعي إهداء ثواب القرآن لا يصل للميت. نحن نقرأ ونهب للميت. ذكر الإمام الشافعي طلع صواب والسباب ما مش الميت حيمشي وين السباب ده؟ يمشي وين؟ يجينا نحن يجينا نحن قرينا خسرنا حاجة ما خسرنا أي. وإذا السباب رأي الإمام أحمد طلع صواب والسباب مش الميت أيوه. ريحنا والله ما برضو كسبانين أي عند الأجر المناول السواب مشى نحن عندنا أجر المناول. نعم. هي أعمال خير كلها أعمال خير كلها خير أي ما نشد نعم نقرأ نعم. طيب حقيقة برضو سؤال قال نحن خارج السودان ومرات نشتغل في شركات أول ما تشتغل موظف جديد بيدوك زي نثرية كده بيقول لك يا أخي دمشي اشتري بها أثاث للبيت أو العفش ما يوا وحقيقة مرات بيكون كثيرة زول ما بيحتاج لها كلها ما يوا يعني مجان العف... هي هدية منها بيدوك له هدية بس يعني توفيق أوضاع يسموها أيوة يعني صح. شركات بتكون كبيرة شركات معتبرة أيوة. بيدوك مثلا مال ولا مش اشتريتها بيكون ما محتاج للحاجات دي كلها خلاص يشتري الحاجات الضرورية والباقي يوزع في حاجات تانية يعني أهم حاجة طبعا ناس الشركات دي دارين نزول يجي كيافة أيوة. لابس بنطلون سمح ومركوز سمح وكرفطة وحاجة هنا أيوة. يقولوا صلح حالك أيوة. مصحرك وصلح بيتك أيوة. أيوة. ما فيها شيء أي ما في فضل شيء يجيب حاجات تانية أيوة. يعني حلال عليهم حلال ما بيجي يدققوا معاه يقولوا أنت قريش وديته بيه لكن كمان مش يشيل القروش دي يسويها في حاجات تانية ويجي هدوم ما جديدة كرفطة تعبان وقميصه تعبان حاجات كده يعني مدير القريد عشان الزباين يجوا للمكان أصل ناس البنوك يختلفوا ناس الشغل بتاع الوزارات ناس الوزارة يجي بأي قميص ما بيسأل لكن بيشتغل في البنك ده عشان يجذب الجماهير لا يجي قيافة كرفطة سمح قميص سمح منطلون مكرب تدي اعتبار للشغل يعني الحكاية دي مهمة هون طبعا الدوك ليه عشان انت تسهر تسهر تدي تجيب الزبائن للشركة أنا ده ما بدينا كلام عن مسألة الأمانة حقيقة يا شيخنا امبارح كنا بنتكلم في الموضوع ده صح يصير يكون أمين في لكن ده بدوها هي هدية لتصليح عن نفسه أيوة يبقى يجتهد يصلح نفسه بها فضل شيء ما صلح نفسه ادي الناس المعنى حلال عليه ما بيقول له وين ما بيسألوا منه لكن بس يكون هو أمين إنه يعمل حاجات دي زي أيوة. طيب حقيقة سؤال آخر واحدة قالت أنا منغبة يعني بتلبس النقاب لكن مرات بينه وبين نفسها كده ما قادر تغيض بصرها يعني مردد عين الرجال يعني
ايوه هيك امراه يعني يعني كيف هي بينا طبعا الناس ما شايفينها ما شايفينها هي ربنا تبارك وتعالى قال يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. خائنه الاعين يعني زولي سرقة النظر سرقة النظر هذه السرقة دي ربنا يعلمها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أيوة هنا دا ما دام هي التزمت لا تلتزم ودا شعر ربنا أمره قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وده أمر من الله هي منقمة كمن تحفظ نظرها يعني ما تسارق النظر. نعم طيب النظرات الأولى دي يا شيخنا محسوبة ولا كيف؟ هاي ما يجعان جريب من عبد الله إن قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة عن نظر الفجأة قال أصرف بصرك فجأة يعني أنت وقع نظرك طوالي تصل وطوالي يعني وقع كده تصل وطوالي ده تصل لك ما تركز التركيز هو الممنوع زي نضرب لنا مثال أنت سايق عربيتك بالليل في النور الكشاف البين ببعيد والنور الصغير يقول أنت لما تشوف لك حاجة منظر هنا بتولع الكبير مش كدي والتاني تولع الصغير يقول شفت لك مرأة شغل النور الصغير ما في شغل النور الكبير لمحة بس يعني لمحة بس. نعم جزاك الله خير شيخنا سنعود إليكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن ابقوا معنا بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. بدينا حديثنا يا شيخنا عن فوائد هذا الشهر الفضيل وعن علامات قبول الصيام. حقيقة في مكاسب كثيرة أخذناها نحن ما شاء الله في الشهر ده الناس بتواصلوا أرحام والناس ما شاء الله بيصلوا الجيران بالمال وبالعطية وبالصدقة وكذا يعني وبالزيارات. كيف نحافظ على المسألة دي خاصة عند الجيران وعند الأرحام؟ أي فعلا دي مكاسب حميدة زول كذبة في رمضان خاصة ناس الغرى شيلوا فطور يفطر في الشارع ده يأكل طعام ده ده يأكل طعام ده يعني يتعاون إخاوي يصلوا المغرب مع بعض في الشارع في التراويح في الجامع حصل ترابط ومودة ونس مع الناس. أيبقى الحالة دي المودة الحصل الدين نستمر فيها نخلي علاقتنا مع جيراننا طيبة لأن الرسول وصانا قال ما زال الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيبرس. خلي بالك من جارك اتوصى بجارك أحسن ما عملتك مع جارك اتحمل الهبوات اللي بتجيك من جارك ده كل من الوصايا من الحاجات اللي كسبناها في رمضان نستمر عليها. أي كذلك مساعدة الأيتام والأرامل المساكين ما نختصر على أيام رمضان بس برضو زول على الأيتام دي المحتاجين وهدي الزول السعيد اللي هو ربنا يوفق ويسعد الأيتام والأرامل المساكين اللي حيدخل الجنة مع النبي عليه الصلاة والسلام كما قال عليه الصلاة والسلام كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو في جنتك هاتين. سبب عظيم بالذات الأيام دي بيحتاجوا للكسوة يا شيخنا وفرحة أي سعيدنا فعلا الفرحة تعم الناس لذلك من صدقة الفطر رسول أغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. نعم طيب ناخذ معنا أحلام من شندي. مرحبا يا أحلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أحلام. يلا عندي رمضان الفات كان عندي 7 أيام. عندك أيام؟ بيت 4 أيام كنت في عمرة. 4 أيام؟ أيوة 7 أيام وقديت 4 أيام عندي 3 أيام. أيوة والسؤال الثاني زيارة النساء للمغابر إذا كان زرت المغابر مسيت والدي متوفي. المغابر ولا شنو قلت يا أحلام؟ أيوة أيوة زيارة المغابر. زيارة المقابر أيوة. الأربع أيام دي كانت سبب يعني عذر شرعي صح؟ ولا كنت مريضة ولا مرضع ولا شنو عشان الشيخ يجاوبك؟ لا 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 كان أيام عذر. أيوة طيب خلاص خير أحلام. تاني عندك سؤال؟ لا شكرا. عندها قالت باقي أيام ما صامتها تقريبا عذر يعني خلاص تقضيهم لتطعم قصاد المسكين لأنه دي ما بسبب حمل ولا رضاي بسبب عذر شرعي يقول تقضي الأيام دي بعد العيد وتطعم قصاد كل يوم مسكين
لأن أخرت القضاء. نعم وتقدم كمان عرفه. طيب قال زيارة المقابر أظن قبل كده تكلمنا عنها والمسألة دي يا شيخ لم تتجدد لأنه بعيد قرب. لا صحيح. وحقيقة أنا زيارة المقابر سنة للرجال واختلف العلماء في حكم النساء. بعضهم قالوا مباح برضو للنساء لكن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث قال لعن الله زوارات القبور. هنا العلماء قالوا دلالة على منع زيارة القبور لكن هنا الشراح قالوا زوارات صيغة مبالغة كتارات الزيارة يعني بكتر إن زيارة ملعونات لكن بعد زمن تمشي ما ممنوع وخاصة إن إحنا زيارة ممنوعة بتين يوم العيد أستعنينا يوم العيد دي تلقى الناس عشان لصلاة الصبح تلقى المقابر دي في الصباح مغتب الناس وبتجيب المقابر كترت الناس فكانوا العيد ده عيد الميتين الناس يخلوا صلاة العيد وخلوا زيارة الأرحام يمشي للمقابر أي وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان الحيض والنفس النسوان كل يمشي لصلاة العيد الحيض وعد استمع لخطبة الإمام ودعاء الإمام الطاهرات تصلي ورا الإمام في صلاة العيد لكن إحنا ستلقى ناس وشتلي صلاة العيد ناس وشيل المغابر لا المغابر ده العيد عيد المسلمين طب من الصباح صحيح من النوم تفيق صيامك بشير ولكباية شايد لقيمات حيات كده وتمشي تصلي العيد وتكبر الله تكبير تحميد وشكر لله صليت العيد نسوان عليه رجال بعد ذاك نجي نمر عليه أرحامنا جيراننا نعيد عليهم العيد الميتين ديلا ندعو ليه ونصدق ليه أي أستاذون مش زار قريبه ده في تربته وزول قاعد في بيته طلع له 50 جنيه هديته لأيتام اللهم أود سبب القرد لي أبوي المشهد ده سبب أكثر من مشهد المغابر لأن ده الصدق اللي بتنفع النبي الصح نعم طيب معنا أيضا أم ماريا من أم درمان مرحبا يا أم ماريا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم تفضلي سؤالي أنا عندك سؤال بسأل في الحرب لو عندي خالتي وفرجعين فلو ولدي هندي كل ولا صوتك أنا ما واضح لي بني يعني ما سمع كويس عندي خالتي خالتك أي مالة ودار جويت لولدي دار شنو تعرسها لولدك أي دار عرسها لولدي هل يحل عليها ولا ما يحل لها والمشكلة وين بالنسبة وراء أشوفه بحل لها ولا ما بحل لها بتخالتك طوال طيب ودار جويت يا ولدي عريسة لي هل بتحل لي انت سألتي قال لك ما بتحل لي ولا شنو انت سألتي حصل سألتي يعني زوج قال لك ما بتحل لي والله لا زارت عدت خلاص كويس جدا جدا هي بتسأل تاني عندك سؤال يا ماريا تسلم الله شكرا جزيلا بتسأل قالت عندها بتخالتها دار تعريسها لولدها لا يجوز بتخالتها لأنه أنت لو كنت يا أم ماريا لو كنت أنت راجل كان عرستي بتخالتك صح؟ أي أي صح يجوز أي يجوز أي ما أظن في مشكلة ما في مشكلة أي يجوز تكون قبلان وهو قبلان الاثنين قبلانين بعض والأهل قبلانين خلاص من ناحية شرعية يجوز ناحية شرعية مثلا طيب يا شيخنا كده موضوع المقابر ده ما ذكرني حاجة حقيقة أن المقابر يعني كترت وأنا بحتاج مرات يعني قريبي ده الميت ده ده أعمل له علامة إنه أعرف مقبرته دي عشان شو الشرعي ممكن أنا أعمله لا لا أول حاجة الكتابة على المقابر ممنوعة مكروهة وإذا كان كتبت آية من القرآن أو اسم من أسماء الله الحسنى حرام قطعا لأن المقابر دي أسماء الله معظم زول يكتب اسم الله الحسنى أو يكتب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين أو الله يرحم فلان الفلاني باسم الله ده ممنوع لأن المقابر دي بالليل تطلع منها رائحة عجيبة أو تتعرض للكتاح والغبار والأراح الكثيرة يبدأ اسم الله لازم نعظمه ممنوع الكتابة على القبر بعضهم جوزوا قال إذا كان يعني كتابة اسمه فقط وتاريخ وفاته جوزوا بعضهم منعوا ده المذاهب ولذلك الطريقة الصحيحة إن تجيب لك عود حديدة عند علامة معينة تدخلتها جنب تربة أبوك تعرف دي العلامة دي الحديدة دي شكلها أنا حفظه في رأسي شكلها كده يعني كل ما تزور تعرف دي تربة أبوك تربة أمك وهكذا حديدة حجر أي حاجة بس ما تكتب نعم السور عندنا منظمة حسن الخاتمة يعني كان لما كان الشغالة عملت بلاطات بلاطات تكتب أرقام مثل مقابر الصحابة من 1 إلى ما شاء الله انت جبت جسوان زولك
يشوف آخر رقم شنو كان 50 بعد 51 الدوك 51 تمش خلاص أبو بغداد رقم كم 51 بعد زمن داري تشوفته 51 وين هو الدروة تبو دي برضه علامات كويسة. نعم طيب في ناس بيصوروا الأسوار دي عشان التصوير ده ما له معنى والتصوير ده ذاته بتحسب به الجن ذاته لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله يكره لكم قيل وقال وكسرة السؤال وإضاعة المال. دم مال ضايع تجيب لك درابزين مكلف ما أقلش من 5 مليون أسمنت وحديد وسيخ وبلاط وتبعد التربة اللي أبوك تسوي اللي أبوك ده على 5 مليون دي لو مشيت صل وزحت للأيتام والأرامل وهبت الثواب اللي أبوك تمشي له في تربته لكن دي أبوك ما حيستفيد منه وانت يوم القيامة ربنا يسألك عملت الكلام ده ليه؟ هل الشرع أمرك به ولا ما أمرني به؟ مدى ضيعت مال 5 مليون ضيعته قال إن الله يكره لكم قيل وقال وكسرة السؤال وإضاعة المال إن تضيع المال في مال ما في فائدة. نعم طيب معنا صلاح من الشمالية. مرحبا يا صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يتقبل إن شاء الله. تفضل. ممكن إذا قالت صبر ممكن نزل الجهة مثلا خاله أو عمته أو أخوه يعني زلمة الأغربين يعني شيء يعني ممكن زكاة الفطرة تديها لمنو؟ أخوك؟ ممكن أخوي أو أختي أو عمتي يعني زلمة يعني ممكن نزل الجهة. أيوة كويس خلاص نشوف أقرب الأقربين يعني جدا خلاص نشرح الموضوع ده لأنه فعلا الأيام دي هي الأيام الناس بي يعني بيدفع فيها الفطرة تديها لأي ظلم ما تديها للكافر تديها للمسلم وأولى بها قريبك المسلمين بس تاخذ أصولك وفروعك أصولك اللي جيت منه جيت من أمك وأبوك وجدك وحبوبتك دي ما تديه لأنه واجب عليك نفقته. أيوة. كذلك أصولك وفروعك فروعك تجي منك ولادك وبناتك ولاد ولادك ولاد بناتك ما تديهم لأنه واجب عليك نفقته. زوجاتك ما تديهم بس تأخذ الثلاثة دين الأصول والفروع والزوجات تدي لأختك لخالك عمك خالك بس تأخذ الثلاثة دين أو تدي قرائبك لأن قرائبك صلة رحم وزكاة. طيب في أظن سؤال في الكنترول قال واحد بتدي 3 سنوات الزكاة الفطر لحبوبتها ما بيقول تغرمها هسه من جديد هتعمل شنو حبوبتها ما هي ما واجب عليها نفقة حبوبتها أيوة لأن ما واجب عليها النفق ما واجب عليها نفق عليها حبوبتها النفق واجب عليها منو محبوبتها لأن هي مرة إذا كان مستطيعة هي مستطيعة مدى اللي يبغى في الحالة دي زكاة الفطرة ما تدى لحبوبة الليل ما دام هي مستطيعة يبغى على تساعد حبوبتها اللي هي أصولها يبغى في الحالة تغرمها يعني تغرمها طلع منها ستتوزع للناس التانية ليه يقول لك ما تدى لي أصولك ولا فروعك أصولك اللي هو حبوبتك وجدك وكده طيب بس في حالة دي الناس اللي بيغرموا دير يا شيخنا ما حيكونوا كتار يغرموا بالجديد ولا بالقديم بالجديد يعني بالقيمة الحالية اللي هي 60 هي الدين تسدد كما هي يعتبر ده دين يعني دين هي طيب يمكن يكون عندنا برضو سؤال واحدة بتقول يا أخي هي كثيرة الخوف شديدة الخوف يعني لو مشت براها بتخاف بتخلع يعني عندها الحكاية دي كثيرة يعني يعني لو مشت من غرفة لغرفة والحوش براها وقلت نفسها براها بتخاف خوف شديد يعني خوف شديد يعني بتتعود بالله من الشيطان والتقييم تقول بسم الله الرحمن الرحيم مارك بسم الله الرحمن الرحيم داخل بسم الله الرحمن الرحيم أي تكتر بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله الخوف يروح منها أي بس يعني قامت ماشي لا بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله بس توكل على الله ربنا يعلمنا الخوف ده بيجيب الشيطان يا شيخ أي طبعا الشيطان أي مرات تكون وسوسة وسواس حاجات كده طيب واحد قال أنا أمين مال مسجد ماسك المال بتاع المسجد وفي الأيام دي كثير من الناس مع أزمة السيولة دي بيجوه بيقول لي أخدر لنا دين من المال ده بنرجع لك إن شاء الله بعد العيد وكذا يعني يعمل شنو في حالة لا دي أمانة دي ما يفرط فيها أمانة حقة المسجد طالما يدي زول منها ولو أدى زول يدي من قروشه هو لكن على شرط لو جه زول محتاج خالص يدي لكن هو لو زول ده أخر من المواعيد قال لي بجيب لك بعد العيد مباشرة تأخر يغرمه خدتها في محل بعدك مسؤوليتي وحقته الأمانة الزول ما يفرط فيها خالص يعتزل له أيوة. واللي ده أمان أيوة. حكمك حكم المال أيوة. طيب لو قال لي أنا ما عندي كده يكون صادق يعني ولا ده بس ما يقول لي ما عندي يقول لي أخي القريش حق الجامع دي أمانة
وانا لما ندي ما منع تفرط فيها لاي زول بس خلاص طيب لكن فرضنا لما ندي طبعا لجنة المسجد أدت الجلدة من أعضاء اللجنة قالت أنت أمسك أمين خزينة المسجد التبرعات وتصليح لمبة تصليح ناية شغل المسجد أها قام جاه زول قال يا أخي أنا محتاج أمر ضروري جدا داي لي 100 جنيه 200 جنيه يعرض يقول له خلاص علي بكرة يقوم يعرض الكلام ده لناس اللجنة يا ناس لجنة المسجد فلان فلان طلب قال سنسلك 100 جنيه ندي ولا ما ندي قال له أديه أي ندي لا تقوم تدي لو تأخر ناس اللجنة يا مرحبا اها تفضل عندي سؤال انا عندي زوجة مطلقة من 2003 زوجة مطلقة من 2000 من 2003 اها يلا في ضغوطات انت من هنا كان يلا مثلا اضرب الليل انا عملت عامة شجرات ومين قال لي طلق مطلقة البت والله يا الفاتح كلامك ده ما فهمته كده قول واحدة واحدة مدلتي أنا كنت زي 2003 وزي جديدي أنا عملت عام مشاكل أهلا طلقة 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 البت أنت مطلق زوجتك من 2003 ها المشكلة وين قلت طلقة طلقة البت طلاق اسمه البت طلاق شنو اسمه البت البت أنت شرط أنت شرط قال طلاق مشروط يعني هاي هلا هلا قالوا قلت شنو يعني قدرت تقول الكلام اللي قلته لها اشترطت عليها شنو عشان طلقتها يعني والله مشاكل ربك مشاكل كده المهم ضربتها وانا قلت لك انت رشيتها بالمورشه بالدم ما اسمع واحد يقول لي طلقه واحده انت طلقتها طلقه واحده قلت لها انت طالق طالق طلاق البت البت قلت لها انت طالق بت بالبت بالبت هاي البت شو حيقولوا البت بت انت ساكن وين؟ طالب الثورة الثورة خلاص انت وزوجتك بعد العيد تعلنوا في هيئة علماء السودان يوم المستشفى بعد العيد انت وزوجتك تعال لنا في الهيئة هناك نحقق معاكم مع زوجتك نشوف الطلاقات الواقعة يا تول ما وقع الدين نديكم فتوى مكتوبة مختومة طيب هو هذا طلاق البت طلاق البت معنا تقول لزوجتك طلقا للأبد طيب ده شنو كمان؟ ده طبعا نحن ما نقدر نفتيه، زود عيل اللي يجينا ما نفتيه هو نقول نشرح الكلام ده. اي لا. لو شرحنا. معناته يقول لك زوجتي طالق بتبع يعني بالابد. هذا طلق احتاج طلقة تعبيدة يعني طلق تعبيدة. طلقة واحدة. وفي كلام زي ده يا شيخ. لكن هو في ما انت طرحت سؤال. اي. زول قال لزوجتي طالق يعني للابد. طلق طلقة واحدة. واحد. لكن اخونا ده لانه كلامه ما واضح احسن زي ما قلت يجي هو زوجته زوج حقي معه وشوف الكلام ده من 2003 هي ذاتها ما معروفه يعني أي صح تقوم ما معرف حصل على شنو يعني الان من 2003 يعني زمن طويل جدا جدا نحن حقيقه ما سالناه وقلنا لو انت اتزوجتها ولا هي اتزوجت ولا تفاصيل شنو ما عرفناه لكن عموما هو قال الكلام وطلع منه خلاص طيب بيسال عن شروط زكاه الدين يعني هو بيدين الناس قروش كثيرة وغايبة وجاء مواعيد يعني هو بيزكي في رمضان يزكي في رمضان في الحل يطلع زكاة المحصول الموجود عنده أما الدين ده يطلع زكاته بتين يوم ما يقوم زول عمل الجرد طلع زكاته مليار وعنده 50 مليون دين على الناس على 50 مليون ده ما يزكيها وجابوها بعد شهر بعد شهرين أول وقت جابوها لي زكيها طيب ما جابوها ليها إلا بعد 3 سنة يزكيها لي سنة واحدة بس يا سلام آه. سلام طيب يا شيخنا مع أيام العيد دي ما شاء الله واحد هو قال شغال في مجال الجزم دي بيبيع الجزم المراكيب دي لكن هي من الثعابين جلود النمر كده أيوة. الحكاية دي حلال يعني بيعة أيوة. هي جوزة بيعة لأنه جلود الحيوانات اللحمة حرام تطهر بالدباق يعني الأسد النمر الفهد اللصلة دي اللحمة حرام لكن الدباق بتاعته يطهر الجلود تطهر بالدباق ممكن بعد ما ضبغناها بالقرض وبالملح طهرت ممكن نعمل مراكيب نعمل فرشة كده لكن ما نشيل فيها المائعات يقولوا ما نعمل جلد الأسد قربة لأن نفرش فرش حيات كده مراكيب نعمل مراكيب ما عدا كل جلود الحيوانات تطهر بالدباغ ما عدا الكلب والخنزير دي لصمان بالطهر بالدباغ
خالص، لا حول، جلد الكلب وجلد الخنزير ما ينفع، لكن جلد الأسد الفهد النمر لحم حرام، لكن الجلود بتاعها تطهر بالدباق، لكن نشيل فيها اليابسات ما نشيل فيها المائعات، اليابسات يعني عيش حياة كده، لكن ما نشيل المائعات نعمله قربة نشيل فيها الموي، انت ممكن جلد التور ده تعمله قربة تشيل فيه الموي تشيل فيه اللبن، لكن بتاع الحيوانات الحرام ما نشيل. ولبسها كيف يا شيخنا؟ جزم مول؟ هاي لبسها جزم حلال، حلال التجارة فيها حلال ومدبوغة ما فيها شيء ما فيها شيء حلال. طيب، من الملاحظات اللي بتجينا برضو، قال في رمضان الناس ما شاء الله بيتجمعوا في المساجد كثير وبيشحنوا التلفونات من كهرباء المسجد، تلقى كل الكوسات دي معلق فيها التلفونات. ما بيجوز إلا إذا زول مسافر، جاي من سفر مسافر عابر طبيل تلفونه ضرب ليه الضر يطمن على أهله لقى ما فيه شحنة عليه زي ده، زول عابر الطريق يسوي شنو؟ فهاش مسافر دم عليه، لكن كده زول في بيته في كهرباء يجي يشحن في جامع ما بيجوز. ما بيجوز، لا يعني لا يجوز شحن الموبايل بمالت كهرباء الجامع. يعني الكهرباء دي ما حقت الجامع بيدفعوها الناس، هي مدعومة كهرباء الجامع دي مدعومة، ولكن برضو الناس بيدفعوا تبرعات عندهم صندوق، صندوق اسمه صندوق الكهرباء، انت بتخد فيه انا بخد فيه، الزول المسؤول من الجامع رئيس اللجنة بيشيل يمشي يجيب الكهرباء يصلح اللمبة الخسرانة من القروش دي. أيوة. انت تقوم لها بتشحن وما عرفتش ايش لما قروش الجامع. نعم ما بيجوز. نعم جزاك الله خير. الا كان زول بتلاقى عابر سبيل مسافر مضطر يعني خلاص. ايوه جزاك الله خير شيخنا الجليل دكتور محمد أحمد حسن على هذه الإجابات النيرة دائما في هذه الحلقات المتتالية في برنامج فتاوى. نشكركم مشاهدين على المتابعة، على أمل أن نلتقي غدا في حلقة أخرى من هذا البرنامج. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.